حركات بسيطة قد يعرفها بعضكم وبعضكم قد لا يعرفها عن يد التحكم الخاصة PS5. وهنا في هذا المقطع القصير جمعت لكم بعضا من هذه الحركات. لكن لحظة قبل أن ننطلق، لا تنسوا اللايك والاشتراك إن أعجبكم المقطع، وكونوا شركاء لقناة الريان انترتينمنت في مسيرتها. والآن ومن دون مزيد كلام انطلقنا. أولا، كثير من الناس إذا أراد الذهاب لخانة البحث في القائمة الأساسية يستخدم الأسهم زرا وراء زر وراء زر. متعب، مع أنه بإمكانه ضغط زر المثلث وبسرعة البرق يصل إلى خانة البحث، كما يمكنكم استخدامها أيضا في المتجر إذا أردتم البحث عن لعبة معينة. صدقوني ستختصر عليكم الكثير من الوقت. ثانيا، إذا كنتم تلعبون لعبة معينة وأصابتكم الحيرة في إحدى المراحل فلم تعرفوا ماذا ستفعلون، ببساطة اضغط مرتين على علامة بلاي ستيشن هذه، وستظهر لكم قائمة تحتوي بعض المساعدة والإرشادات. انتبهوا، هذا ليس غشا يا شباب، إنما هي ميزة أضافتها سوني لبلاي ستيشن 5. ثالثا، هل تعلم أنك إذا ضغطت مع الاستمرار على زر كتم المايك فسوف يكتم المايك والصوت أيضا، وبنقرة زر أخرى ستتمكن من إعادة كل شيء إلى طبيعته. رابعا، ليس من الضروري استخدام سماعة رأس غالية الثمن للعب، بل بإمكانك استخدام سماعة بسيطة للأذنين. وإذا كنت من أولئك الذين يفضلون استخدام سماعة واحدة، فببساطة اذهب إلى الإعدادات وفعل هذا الخيار الذي سيجعل الصوت في السماعة الواحدة كاملا وغير منفصل إلى يمين وشمال. خامسا، هل تعلم أنه يمكنك تغيير ألوان يد التحكم؟ نعم، ربما هناك بعض الألعاب تغير الألوان أحيانا، كمثال إذا كنت في خطر أو مت مثلا فسوف ينقلب لون يد التحكم إلى الأحمر، لكن هذا في ألعاب مخصصة فقط. لكن نحن نتحدث هنا عن أن تغير أنت الألوان بنفسك. ببساطة تصل جهاز التحكم بجهاز الحاسوب أو اللابتوب وتنزل برنامجا يسمى DS4 Windows، إنه برنامج آمن فلا تقلقوا، وبعدها تقوم من داخله بتغيير ألوان جهاز التحكم كما تريد. سادسا، هل تعلم أن كثيرا من اللاعبين حتى يطفئوا يد التحكم يقومون بهذه العملية التي ترونها أمامكم، بينما بإمكانهم بدلا عن ذلك الضغط باستمرار لمدة ثوان على شعار بلاي ستيشن هذا وسوف ينطفئ في النهاية. سابعا، أنتم تعلمون أن يد التحكم عند تشغيل PS5 يكون الميكروفون فيها شغالا تماما بدون كتم له، وهذا قد يسبب مشكلة لبعض اللاعبين حيث يظهر صوته أو صوت المحيط الخاص به وهو لا يدري. لذلك يمكنكم التلاعب بهذا الأمر عن طريق الذهاب إلى الإعدادات ثم الصوت ثم كتم صوت المايك عند تسجيل الدخول. فعل الميزة وعندها سيبقى المايك في حالة الكتم حتى تفك عنه ذلك. كان هذا مقطعنا البسيط لهذا اليوم يا أصدقائي، أتمنى أنه كان مفيدا. وإن كان لديكم المزيد من الحركات والأسرار بخصوص يد التحكم أو بخصوص PS5 عموما فأخبرونا بها في قسم التعليقات، فقد نجري جزءا آخر مشابها لهذه الحلقة في المستقبل إن شاء الله. وإن أعجبكم المقطع فلا تبخلوا عليه بالإعجاب والاشتراك. طابت أوقاتكم أيها الأشاوس، وفي حفظ الله ورعايته.